عبر ممثل المملكة العربية السعودية والمجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ كوب 27 عن خالص شكري وتقديري للرئاسة المصرية لقمة المناخ، وأكد على أن القمة شهدت جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر في المفاوضات المختلفة. وأضاف ممثل المجموعة العربية خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ أن المجموعة تتفق مع بيان مجموعة ال77 وتؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ودعم مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة وتفعيله في إطار اتفاقية باريس.